الرئيسي ولاية سوسة طال. منعطيك صوتي كان ما تقول لي كيف تلقى روحك في البرلمان في برشا أطياف من أحزاب الكل، كيف باش تعمل باش تخدم معاهم وباش ما يكونش كما اللي نشوف فيه في التلفاز كل يوم في البرلمان. منعطيك صوتي كان ما تعطي أهمية وأولوية للملف البيئي في ولاية سوسة وفي تونس بصفة عامة، وخاصة ولاية سوسة كمدينة كبيرة اللي السكان نتاعها ما يلقاوش متنفس باش يمشيولو، ما يلقاوش من يعطي وقتهم في مكان مناسب. ما نعطيك صوتي كان ما تعطي أولوية زيادة للملف نتاع المحكمة الدستورية، وإني تحسبها من أولويات يعني القصوى واللي لازمها تكون تتعمل في أقرب وقت.